يا رب. الحمد لله. كانت ولادة سهلة. الحمد لله. ما شاء الله. أعرف أنك لست سعيدا لأنها فتاة، صحيح؟ أعوذ بالله، أنا سعيد جدا بما رزقنا به الله. لا فرق بين الولد والبنت، كلها نعمة من الله. الحمد لله. طفلة طيبة أفضل من طفل سيء. إنها نعمة حبيبتي. الحمد لله رزقت بطفلة جميلة. الحمد لله رزقت بطفلة جميلة. أحمدك يا رب، أشكرك يا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شكرا لك يا الله. يا عزيزتي، مرضك يزداد سوءا. تذكري أن لديك زوجا أعمى وطفلة صغيرة. تمنيت أن أعيش معا 100 عام، لكنني أشعر أنني سأموت سأموت. لا تقولي ذلك، إنه كلام مخيف. أعرف مرضي، لكن أرجوك عدني بشيء واحد. سمي الطفلة أحلام. أحلام؟ أحلام تعني الأمل. حبيبتي حبيبتي، غدا ستكبر وتقود والدها. ستكون عينيك إن شاء الله. سوف تكون فتاة صالحة، اعتني بها. عزيزتي، ليس من الضروري أن يموت كل إنسان مريض. الموت والحياة من عند الله. أنا سأذهب لآتي لك بالدواء. حبيبتي أحلام. يا الله يا رب. كان الأب المسكين يحاول جاهدا إحضار الدواء لزوجته ليخفف عنها الألم، ولكن المرض تغلب عليها واقترب أجلها. يا الله ساعدني. يا رب. عزيزتي، لقد أحضرت الدواء. بنيتي خبين يا مسكينة. عزيزتي عزيزتي، أحضرت الدواء. عزيزتي، لما لا تجيبين؟ قوي نفسك. المتي، تركتني وحيدا. أنا لا أتحمل هذا يا عزيزتي. ربه ساعدني. يا الله، من سيعتني بي بعدها؟ لقد كانت مؤنستي، لقد كانت شريكتي في أيام تعبي وشقائي. يا رب، من لهذه الفتاة الصغيرة؟ يا الله يا الله، ساعدني يا رب.
رب ارحمها، رب اغفر لها، انني سامحتك يا زوجتي فذهبي الى جنات الخلد. ربي ربي اعني كي اعتني بهذه الطفلة المسكينة وانا اعمى بحاجة لمن يعتني بي. لقد وقفت زوجتي الى جانبي طوال عمرها، كانت طيبة ومؤمنة، كانت لا تقطع فرضا، كانت تحسن الى المساكين. يا الله مسكين هذا الرجل، كيف سيتمكن من تربية طفله؟ هذا ليس وقت الثرثرة. لنستعد لدفن السيدة. يا إلهي كيف سيتدبر أمره وهو رجل أعمى؟ يا طفلة المسكينة جائعة ولا أحد يرضعك. بنيتي ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ إنك لا تجدين الطعام. آه أختي لقد عدت باكرا. آه يجب أن تتزوجي هذا الرجل. لا تكوني حمقاء، أنا لن أتزوج. كل الذين يقولون إنهم لن يتزوجوا هم دائما أول من يتزوجون عزيزتي. لا أنا أعني ما أقول. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل بإمكان إحداكن أن تضع هذه الطفلة؟ هات. لابد أنك جائعة جدا. اسمع يا صابر أرجوك تعال للزيارة، حتى لو كان طفلي جائعا لا يمكن أن أترك هذه الطفلة جائعة. بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. الحمد لك يا رب. إن الله الكريم ييسر بنات الحلال كي يطعمن هذه الطفلة المسكينة. بارك الله في النساء المؤمنات ورجال المؤمنين الذين يمدون لنا يد العون. الحمد لك يا رب، ابنتي تكبر، لقد أصبحت معينا جيدا لي، تقودني على الطرقات. بنيتي يجب أن تأكلي. نعم أبي سوف أكل. جيد كلي قدر ما تستطيع. أبي لدي ما أقوله لك. ما هو؟ من الآن فصاعدا أنا سأجلب الطعام لك. أبي حتى الغراب يعلم كيف يطعم والدي، فلا تقلق علي أرجوك، سأهتم بالأمر. أعلم أنك تحبين أباك، لكن أي رجل يدع ابنته تذهب لإحضار الطعام وحدها ماذا سيقول أهل القرية؟ عندما يسير أب أعمى في طرقات القرية سوف يتأثر، وأنا أخشى أن تصبح مريضا بسبب البرد. يا حبيبتي إن حبك يغمرني. خذي هذا الطعام يا صغيرتي. شكرا سيدتي. أبي قل أرجوك. نعم سنأكل. يا
لدينا حساء ساخن وأنواع مختلفة من الأرز. لدينا طعام لذيذ إذن. يوجد أرز مطبوخ مع اللوبيا والذرة أيضا. سبحان الله، كأننا في عيد الفطر. لدينا أنواع كثيرة من الطعام. نحن أسعد عائلة في القرية لأننا نحتفل وكأننا نعيش كل يوم. شكرا لك يا ابنتي. الحمد لله. لقد عملت كثيرا هذا اليوم يا أحلام، اذهبي للراحة. نعم سيدتي. لو كانت أمك حية لما كنت مضطرة للعمل هكذا. أنت جديرة بالثناء لعملك من أجل مساعدة والدك. سنتناول العشاء معا قبل أن تذهبي، حسنا؟ لا لا أستطيع، أبي ينتظرني. نعم هذا صحيح، هل يمكنك أن تنتظري قليلا؟ نعم. هذا أنت. لما أنت في الخارج؟ كنت قلقا بشأنك. أنا بخير. ادخل بسرعة إلى المنزل، سأعد لك الطعام. حسنا. لابد أنك جائع جدا. إنك تتعبين معي كثيرا يا ابنتي رغم أنك صغيرة. أرجوك يا أبي لا تفكر بهذا الشكل، إن الله أمرنا بإطاعة الوالدين والإحسان لهما، وأنا أقوم بواجبي. أكمل عشاء. شكرا. ربما تأخرت قليلا غدا. لماذا؟ هناك مأدبة في منزل السيد هشام. حسنا لا تقلقي، كل شيء بيد الله. كوني مطمئن، فلننتظر. أجل، إن الله قادر على كل شيء. سوف أحضر كل شيء لأبي قبل رحيله. سوف أحضر له ملابس الصيف وكذلك ملابس الشتاء المنسوجة بالقابل. سأجلس أمام المنزل وخلفه، فغدا يوم الرحيل. هيا تحركي يا صغيرة. هيا. ابنتي تأخرت. يا رب يا لطيف، ابنتي هل جئتي؟ مسكين، كيف حصل لك هذا؟ إنني قلق على ابنتي، لقد تأخرت. أين أنت؟ لم تأكل شيئا بسبب الثلج. أحلام، أحلام. النجدة، النجدة يا عالم. أخبرني كيف وقعت في الماء. خرجت للبحث عن ابنتي التي خرجت من المنزل ولم تعد حتى الآن، ثم حصل ما حصل، والسبب أنني أعمى. نعم فهمت.
وبعدما سقط الرجل الأعمى في النهر وقذفته المياه إلى مكان بعيد، استطاع أن ينجو بعدما سخر الله له أهل القرية المجاورة لكي ينقذوه من المياه الباردة، ولكنه افترق عن ابنته التي أحبها حبا شديدا، وفقدت أحلام والدها، لكنها بفضل الله جل وعلا حظيت برعاية كبيرة من أهل الخير في القرية، واستطاعت أن تجد لنفسها عملا عند سيدة عجوز فرعتها كابنتها، وسمع بها الأمير وعن حسن أخلاقها فتزوج منها. فصل يا خضراء. اسمعوني جيدا، هل من فتاة مستعدة لخدمة سيدة عجوز سأعطيها ما تريد؟ أبحث عن فتاة في التاسعة من العمر، لا أجد ما أبحث عنه. نحن نبحث عن فتاة في التاسعة من العمر، هل هناك متطوعة؟ يبدو أن جهودنا ذهب السدى. لحظة إذا سمحت. ماذا تريدين؟ قلت إنك تبحث عن فتاة، هل أنا من تبحث عنها؟ اسمي أحلام وأنا في التاسعة من العمر. حقا؟ لكن أخبرني، لماذا تبحث عن فتاة صغيرة؟ أبحث عن فتاة في التاسعة من العمر لخدمة سيدة عجوز سأعطيها ما تريد. ما رأيك؟ هل ما زلت موافقة يا ابنتي؟ عاشت الفتاة في قصر الأمير لسنوات، وأعجب الأمير بحسن أخلاقها وتزوج منها. إن الله سبحانه وتعالى كتب لك الحياة وكتب لنا أن نلتقي أيضا هنا. أعلن أيها المنادي عن احتفال العميان. بأمر من الأمير سنقيم احتفالا لعميان البلد، كل شخص أعمى مدعو للحضور. على الحاضر أن يعلم الغائب، وعلى الغائب الذي علم أن يعلم الغائب الذي لم يعلم. كذا يبني الاحتفال العميان. وهل انت ذاهب ايضا؟ نعم، هيا بنا سنذهب مع بعضنا. اسف، انا لا اذهب مع الغرباء، علي ان اتعرف عليك اولا. اضحكت لي، وكيف ستتعرف علي؟ فقط قل لي ما هو اسمك وانتهينا. انا صابر ابو احلام. ما رايك ان ارتاح قليلا؟ آسف يا أبا أحلام، سألحق بالاحتفال. معك حق، وأنا سألحق بالاحتفال معك، ولكن ساعدني في حك ظهري أولا يا صديقي. أين العكاز؟ ترى أين العكاز يا صديقي؟ ابحث معي عن عكازي، أنا لا أجدها ولا أستطيع المشي بدونها. عكازي حبيبتي، أين أنت؟ أين عكازي يا ترى؟ ماذا سأفعل الآن؟ صديقي، ألم تلحق بالاحتفال؟ أي احتفال؟ ما الذي تتحدث عنه يا رجل؟ إنني أريد مساعدة عكازي، ولكن أين عكازي يا ترى؟ أنا لا أجدها ولا أستطيع السير بدونها. ساعدني أيها الرجل الطيب، ابحث لي عن عكازي. سأفعل. يا رب يا إلهي. عكازي، أين عكازي؟
بدأ الاحتفال وأبو أحلام المسكين يبحث عن عكازه. الحمد لله لقد وجدت عكازي، ولكن ماذا لو فقدتها؟ أنا فقدت زوجتي الحبيبة من قبل، وفقدت ابنتي الطيبة الطاهرة، فلماذا سأتعلق بعكازي؟ حتى لو لم أجدها سأسير حتى أصل الاحتفال. قلبي يحدثني بأن هذا الاحتفال مهم جدا. أي أي أخ أردت أن أرى والدي عن طريق احتفال العميان، لكن مر 100 يوم ولم أعثر عليه، فلم يقدر على المشي لأن صحته سيئة. أم أن الله رد إليه بصره فلم يعد بين المدعوين؟ ربما مات من القهر على فراقي. سيدتي ماذا تريدين؟ سيدتي لقد وصل الآن رجل أعمى من قرية الصباح الهادئ. إذن دعوه يدخل إلي قبل أن يشترك في الاحتفال. نعم سيدتي. سيدتي ترغب في رؤيتك شخصيا. ترغب في رؤيتي أنا؟ كيف؟ تعال معي. لا لا أستطيع، لا أستطيع أبدا. اعتذري نيابة عني لسيدتك يا ابنتي، لا أستطيع. لا. كيف تتجرأ وترفض؟ سيدتي تريدك. هيا تعال معي. يا أبي. أبي. ابنتي ماتت منذ أعوام، رحمها الله. الحمد لله الذي جمعني بك وجعلني أطمئن عليك. لا أصدقها لا أبدا. لم تبصر النور، لكن حبي وإخلاصي لا زالا كما في الماضي. تأكد مني بالإصغاء إلى صوتي يا أبي. صوتك يشبه صوت ابنتي أحلام بالسنوات الماضية، ولكن هذا ليس صوتها. أنا ابنتك أحلام، صدقني يا أبي. أنا لا أصدق ما أسمع. رحمة الله كانت بجانبي وأعادتني سالمة. أنت فعلا ابنتي أحلام التي ضحت بنفسها من أجلي. نعم يا أبي نعم، أنا ابنتك، أرجوك صدقني. سبحانك يا الله سبحانك. أبي صدقني. يا ربي. يا الله يا رحيم. عيناي تبصران، إنني أرى إنني أرى، أنا أرى. الحمد لله. أنا أحلام. هل هذا حلم أم حقيقة يا رب؟ إن الله قادر على كل شيء. الحمد لله على سلامتك يا أبي. يا الله أنت قادر على كل شيء يا رب. شكرا لك يا الله لأنك أعدت لابنتي وجعلها في هذا المقام. يا الله. أبي. ابنتي. أبي. اسمعوا جميعا. نعم. السيد صابر هو عمي وسيكون مستشاري من الآن. الحمد والشكر لله. الحمد لله. سيعفى الجميع من دفع الضرائب، أما التجار الذين آتوا لي بزهرة اللوتس فهم معفيون من الأشغال الإضافية. بارك الله بك أيها الأمير وجزاك الله كل خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لقد عم الخير علينا. الحمد لله. حمدا لله. فرح أهل القرية وهللوا وكبروا وحمدوا الله كثيرا، ومحت الفرحة ما عانت أحلام ووالدها من شقاء ومتاعب في حياتهما،
وكان ذلك رحمة من الله وفضلا كبيرا.